كنا بنعاني مشكلة طاقة مدار 3 4 سنين فاتوا، الحمد لله عندنا وفر في الطاقة وبنفكر نصدره للخارج، ده عنصر مهم جدا عشان يجذب المستثمر. كان عندنا سعر صرف متعدد وفي ندرة أحيانا في العملة الأجنبية، أصبح عندنا سعر صرف واحد وسعر نقول حسب العرض والطلب ومتوافر لدى البنوك. حتى احنا بنسأل البنوك دلوقتي أي حد عايز عملة أجنبية مفيش انتظار، فالمستثمر الأجنبي كان يهمه لما يدخل عملة أجنبية لبلد يعرف يخرج منها بسهولة وبسعر يكون سعر السوق زي ما يقولوا.